سيد حسن عبد رب ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي. أسعد الله صباحك بكل الخير سيد حسن. يسعد صباحك والحرية والكرامة والسلامة لأسرانا. أهلا بكم. أهلا بك. يعني نتحدث عن حالة من التوتر التي كانت قد سادت أقسام الأسرى في سجن النقب بسبب القمع المتواصل من قبل ما تسمى بإدارة سجون الاحتلال. يعني أن تحدثنا عن هذه الحالة بالإضافة إلى استمرارية عملية الإضراب من قبل بعض الأسرى احتجاجا على الاعتقال الإداري وبعضهم على عدم السماح لأهاليهم بزيارتهم. يعني بالتأكيد نبدأ من عملية القمع والتنكيل التي تعرض لها الأسرى في قسم 22 صباحا في معتقل النقب الصحراوي، وهذا الاقتحام الذي أدى بهدف توزيع ونقل الأسرى في ذلك القسم على بقية أقسام السجن، الأمر الذي خلق حالة من التوتر والغليان في أوساط الحركة الأسيرة كتعبير عن رفضهم لهذا الإجراء التعسفي والتنكيلي بما يمثله ذلك من ضرب للنسيج الاجتماعي للأسرى وعلاقاتهم الاجتماعية والوطنية، بالإضافة إلى أنه هو شكل من أشكال الاستفزاز والانتقام من الأسرى تحت ذريعة التفتيشات وغيرها من الإجراءات، وهذا ما دفع الأسرى إلى التصدي لهذه الخطوة والتعبير عن رفضهم من خلال بعض الإجراءات الاحتجاجية رافضة لهذا الإجراء التعسفي، وتلجأ عادة إدارة السجون لهذه الطريقة بهدف تفجير الأوضاع والإبقاء على حالة التوتر وعدم الاستقرار في أوساط الأسرى كذريعة للاعتداء عليهم بشكل أو بآخر. نتحدث أيضا على فيما يتعلق بقضية الإضرابات عن الطعام. نعم، هناك الأسير الغضنفر أبو عطوان وهو مضرب عن الطعام منذ نحو 29 يوما. نعم. رفضا لاعتقاله الإداري وهو من مدينة دورة، تم التنكيل به من خلال نقله من سجن ريمون إلى زنازين العزل الانفرادي في أهلي كدار، ولا زال مستمرا في هذا الإضراب حيث أصبح يعاني من نقصان في نسبة السوائل في الجسم وحالة من الإعياء والإجهاد والإنهاك الشديد وآلام المفاصل وحالة من الصداع. كذلك الأمر الأسير عواد عواد من بيت لحم والمعتقل منذ أكتوبر في العام الماضي يضرب عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري، ونقل نهاية الأسبوع الماضي من سجن النقب الصحراوي إلى زنازين العزل الانفرادي في معتقل أغليك في معتقل أيلة في بئر السبع، وهو مستمر في هذا الإضراب منذ تقريبا 29 يوما ولا زال مستمرا في هذا الإضراب، علما بأنه تم تجديد اعتقاله الإداري أكثر من مرة. كذلك الأمر هناك الشيخ خضر عدنان الذي اعتقل قبل 3 أيام تم اعتقاله بشكل تعسفي وقد أعلن إضرابه عن الطعام منذ الساعات الأولى لعملية اعتقاله، حيث يخضع للتحقيق والتوقيف وعرض على محكمة سالم التي مجددت اعتقاله لبضعة أيام لاستكمال الإجراءات القانونية. بالتالي نحن أمام وضع صعب وقاسي في داخل السجون، يضاف إلى كل ذلك المطالبات الحثيثة للحركة الأسيرة بأهمية وجوب إعادة الحق لهم في تلقي الزيارات العائلية. وبالتالي في هذا الموضوع سيد حسن، يعني بصراحة هل هنالك من مستجدات فيما يتعلق واستمرار عملية الحرمان للأسرى ولأهاليهم بأن يتم تبادل الزيارة؟ نعم، يعني هناك عنجهية من الاحتلال الإسرائيلي ومماطلة في إعادة تفعيل الزيارات العائلية، هذه الزيارات التي هي حق مسؤول للأسرى لضمان التواصل الاجتماعي والعاطفي والإنساني ما بين الأسير وعائلته، هذا الحق الذي سلبه الاحتلال منذ آذار من العام الماضي مع بدء جائحة كورونا. لا يوجد زيارات وهي غير وشبه متوقفة بشكل كامل لكافة الأسرى والأسيرات، وبالتالي اللجنة الدولية للصليب الأحمر كجهة اختصاص في هذا الموضوع هي التي تعمل على تنظيم الزيارات وترتيب جدولها الزمني وتعمل على استظهار التصاريح الأمنية اللازمة، عليها أن تضاعف جهدها في هذا الموضوع، خاصة وأن ذريعة التحجج
والتضرع بجائحة كورونا قد تلاشت الآن في ظل حصول الأسرى على لقاح ضد فيروس كورونا، وأيضا ذويهم قد تم إعطائهم أولوية الحصول على هذا اللقاح من قبل هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبر وزارة الصحة الفلسطينية، وبالتالي لم يعد هناك أي مبرر وأي حجج لاستمرار في إيقاف هذه الزيارة سوى شيء واحد وهو التهرب والانقضاض على هذا الحق ومفاقمة المعاناة اليومية للأسرى وعوائلهم. نعم، وبالتأكيد نحن نتمنى الصحة والسلامة لأسرانا، خاصة الذين يخوضون إضراب الكرامة، ونأمل إن شاء الله ألا تؤول الأمور إلى وضع صحي صعب للأسرى الذين كنت قد ذكرتهم في بداية حديثك سيد حسن، بالإضافة إلى أن يكون هنالك أخبار سارة بخصوص السماح لزيارة للأهالي بزيارة أبنائهم في سجون الاحتلال. أشكرك جزيل الشكر السيد حسن عبد ربه الناطق الإعلامي باسم هيئة الشؤون الأسرى والمحررين على هذه المداخلة، ونواصل المشوار الصباحي مع حضراتكم وضمن بالتأكيد فقراتنا، ولا تنسوا إمكانية الاتصال على الرقم 1-9-0-8-8 أو على الرقم 268-4-9.